جزء كبير من الموقف الغربي الداعم للعدوان الإسرائيلي هو صناعة إعلامية. الإعلام الغربي بيمارس ترويج للأكاذيب، وكمان بيزيف الحقائق وبيتجاهل تاريخ طويل من الاحتلال والجرائم اللي بترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل صاحب القضية وصاحب الأرض. بكل تأكيد كلنا بنشوف ومنتابع تحيز كبير جدا من الإعلام الغربي في تغطية الأحداث من يوم 7 أكتوبر، واحنا شايفين ده، شايفين ازدواجية في المعايير المهنية والإنسانية، تزييف للحقائق اللي بتحصل على أرض غزة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر، هنعرفها من ضيفنا دكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها اللي منورنا. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير محمد، صباح الخير منا، صباح الخير لكل السادة المشاهدين. عايزين قراءة من حضرتك وتحليل لتعامل الإعلام الغربي مع الأحداث من 7 أكتوبر لحد النهاردة. هندخل على طول فيما يخص موضوع الإعلام والتغطية الإعلامية والإخبارية لأحداث غزة منذ وقوعها. للأسف الشديد نحن أمام مدرستين. المدرسة الغربية في التغطية الإخبارية أنا بسميها مدرسة صناعة الكذب والتضليل والتزييف. يعني الآن ومن خلال متابعة دقيقة للصحافة الغربية والصحافة الأمريكية، وهناك نماذج محددة وواضحة، هو فن صناعة الكذب. حضراتكم عارفين الشعار اللي كان بيقول اكذب حتى يصدقك الناس ثم اكذب أكثر حتى تصدق نفسك. الأدوات التي يتم استخدامها في الإعلام الغربي ليس فقط الكذب، وإنما التضليل، وإنما الانحياز التام والمطلق للرواية والسردية الإسرائيلية. الإعلام العربي يمارس دوره الحقيقي في التغطية، ولكنه يفتقد ويفتقر إلى كثير من الأدوات لمخاطبة الخارج والرأي العام الخارجي. أتحدث عن الرأي العام للشعوب، لا أتحدث عن القادة والساسة، لأن موقفهم واضح ومنحاز منذ اللحظة الأولى. أيدوا عبر تصريحات إعلامية الرئيس الأمريكي، أغلب قادة الاتحاد الأوروبي قاموا بزيارات فورية إلى الجانب الإسرائيلي، تبنوا الرواية الإسرائيلية. وزير الخارجية الإسرائيلي عند وصوله إلى إسرائيل قال في تصريحه الأول: أنا هنا لست وزيرا لخارجية أمريكا، ولكني كمواطن يهودي. وكل القادة في الغرب قالوا لإسرائيل: نحن نقف معكم وبجانبكم. ومن ثم كانت الرواية الإعلامية الغربية منبثقة من هذا الإطار للدعاية لأغراض سياسية. إذن هي دعاية، وإذن هو إعلام منحاز بشكل واضح وصريح للرواية الإسرائيلية الكاذبة على حساب الرواية العربية الحقيقية صاحبة الحق. طيب، يعني الإعلام الغربي قولا واحدا عنده ازدواجية في المعايير، وابتدى مرحلة جديدة ليست فقط تبني وجهات النظر، لا، ابتدى الترويج ليها، وابتدى يعيد خلق مواقف ويعيد تصديرها للمشاهد بحيث ان هو يتبناها بلا نقاش. يعني هو بيخاطب الوعي واللاوعي كمان، او الادراك او داخلي. للاسف الشديد نحن امام مدرستين في التغطيه الاخباريه ولدور وسائل الاعلام. المدرسه الاولى هي المدرسه السوفيتيه، وتصف الاعلام بانه اما منحاز واما محرض، وهم يمارسون ذلك فعليا. المدرسه الاخرى بقى هي المدرسه الاكثر غرابه، اللي هي المدرسه الامريكيه الاوروبيه. يتحدثون عن الحيادية، يتحدثون عن الموضوعية، وأن الإعلام محايدا وليس منحازا. ثم مع كل قضية تخص الوطن العربي والشرق الأوسط، نتحدث عن أحداث غزة، للأسف الشديد يطبق النظرية السوفيتية في التحريض والانحياز المطلق، وكان ذلك جليا منذ اليوم الأول. لأنه المدقق في تلك التغطيات سواء للقنوات والإذاعات التي تصدر باللغات الأجنبية أو حتى الموجهة للمنطقة العربية والناطقة بالعربية وما أكثر ذلك. ولذلك أنا أنبه أن هناك اهتمام ومنذ عقود بالتوجه للمنطقة العربية. لدينا العديد من القنوات الناطقة باللغة العربية، ولدينا مسؤولين تم تعيينهم، مثلا الجيش الإسرائيلي يتحدثون أن أفخاي هو المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي، هو معين للإعلام العربي، يعني تخصصه هو الإعلام العربي. صحيح. ومتابعة كل ما ينشر في الصحافة والقنوات والإذاعات العربية. وعشان أدلل لحضراتكم والسادة المشاهدين على مدى الخوف والرعب والذعر من التغطية الإعلامية العربية ونقل الحقيقة، سأحدثكم فقط عن ما حدث بالأمس.
هناك قصف حدث واستهدام واستهداف للمنطقة السكنية التي يسكن فيها مراسل قناة الجزيرة، وأسفر ذلك عن استشهاد، هم يقولون مقتل ونحن نقول استشهاد زوجته ونجل ونجلاته. إذا هناك استهداف حقيقي للإعلام العربي ولنقل الحقائق. أضف لذلك أن فيما يزيد عن 20 صحفي استشهدوا، طبعا أكثر من 22 صحفي، ويمكن نقابة الصحفيين أنا بشكرها على بيانها بالأمس للتعاطف والتضامن. الهيئة العامة للاستعلامات عليها دور كبير في هذا الأمر، يجب على الهيئة أن تهتم بهذا الملف لأنه لدينا مراسلين أجانب في الداخل. أضف لذلك أنا عندي خبر صار جدا سمعته من الأستاذ أحمد الطهري، وهو قرب انطلاق قناة القاهرة نيوز باللغة الإنجليزية. هذا سيكون تحدي كبير للإعلام العربي، لأن لما كنت بقول دايما في كل الصحف والقنوات أن احنا نفتقد الأدوات، أهم هذه الأدوات هي القنوات الموجهة باللغات الأجنبية، لأن احنا نتحدث باللغة العربية وقنواتنا أغلبها باللغة العربية، فهي مؤثرة على الرأي العام العربي، والرأي العام العربي مساند للقضية. يعني أنت ترى أن هو هناك أكثر من خطاب بيوجه، خطاب للغرب وخطاب باللغة العربية، كل بيناقش النقطة أو المدخل اللي ينفع يتعامل مع الشعب؟ أنا بقول أكثر أن احنا محتاجين ليه؟ لأنه يعني بتكلم من الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي للأسف كل الروايات الكاذبة تصدر من الجانب الإسرائيلي وبدليل. لو كنا بنتحدث عن إذاعة البي بي سي، إذاعة البي بي سي دائما تقول نحن مع الصدق ونحن مع الثقة ونحن مع الموثوقية والتحقق من الأخبار. البي بي سي نشرت بيان وتقرير يا جماعة أنا بعتبره تحريض صريح ومباشر على استهداف المدنيين وقتله. نشرت تقرير بعنوان هل تبني حماس الأنفاق تحت المستشفيات وتحت المدارس؟ ثم لم تكتفي بذلك بل قدمت إحداثيات للمستشفيات ومنها مستشفى المعمداني. ثم تم قصف المستشفى. صحيح أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى البي بي سي حتى تقصف المستشفى، ولكنها قدمت المبرر. وأنا بقول أن دور الإعلام ليس دورا تحريضيا، ولكن دائما كنا بنقول انزل وأنقل الحقيقة من على أرض الواقع بالبث المباشر. حتى السي إن إن وإحنا عندنا بنتنا المصرية رحمة زين اللي لقنت مذيعة السي إن إن درسا قاسيا أمام معبر رفح، وقالت لها أنتم تتحدثون برواية واحدة هي الرواية الإسرائيلية، أنتم تغضون البصر والنظر عن القتلى اللي هم الشهداء، هؤلاء هم الشهداء من النساء ومن الأطفال ومن كبار السن. يا جماعة نحن نتحدث عن أكثر من 6000 شهيد وآلاف الجرحى والمصابين والمفقودين من الجانب الفلسطيني. إذن هذه هي القصص التي يجب أن يركز عليها أو تركز عليها وسائل الإعلام. نقطة أخرى معلش لو تسمحوا لي، لدينا في تلك الأحداث قصص إنسانية، وانتم عارفين أن المواطن الغربي في أمريكا وفي دول الأوروبية يهتم أكثر بالتعاطف الإنساني. يعني أنا أدعو وسائل الإعلام المصرية والعربية والقنوات المصرية والعربية إلى يعني ننقل هذه القصص الإنسانية ويتم ترجمتها بشكل فوري باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، ونوجهها إلى تلك الشعوب لبناء رأي عام. لأني أرى أن هناك تحول محدود، هو تحول محدود في الرأي العام الشعبي لتلك الشعوب، وإن لم يكن مناصرا للقضية الفلسطينية ولكنه داعما للحقوق الإنسانية. صحيح، لأن الإنسانية فوق الجميع. أضف لذلك أن هناك استهداف ومزايدة على الدور المصري في تلك القضية من وسائل الإعلام الغربية. طيب حضرتك بتتكلم عن التحول في وجهة نظر بعض الشعوب من الناحية الإنسانية، لا. عرفوا منين هذه القصة برضو؟ ما هو إذا كان إعلامهم لا يتحدث عنها مطلقا، فهم عرفوا منين طبيعة الأوضاع الإنسانية؟ هقول لك بقى بصراحة ووضوح، الرأي العام الإلكتروني أصبح لدينا رأي عام موازي هو الرأي العام الإلكتروني من خلال المنصات وصناع المحتوى والمؤثرين. بمعنى صانع المحتوى أو المؤثر اللي بيمتلك منصة عليها ملايين المتابعين ليس من داخل مصر والمنطقة العربية، ولكن من تلك الدول في أمريكا والاتحاد الأوروبي، بياخدوا هذه القصص الإنسانية. منها قصة الطفل يوسف مثلا، هذا الطفل اللي كانت والدته بتبحث عنه وبتصفه للطبيب، وكانت قصة إنسانية مؤثرة، والله يكاد قلبي ينزف دما عندما شاهدت هذه القصة الإنسانية المؤثرة. هناك أب فقد 3 من أبنائه في عملية قصف. هناك آلاف القصص الإنسانية.
وأنا بدعو القنوات الفضائية والصحف إلى نقل هذه القصص الإنسانية. وسائل التواصل الاجتماعي كانت أسبق في نقل تلك القصص باللغات الأجنبية ومخاطبة الخارج، رغم أن هناك يعني أنتوا عارفين كثافة التغطية بهذا القدر من التضليل والتزييف يخلق رأي عام، هو رأي عام كاذب ورأي عام وهمي ورأي عام منحاز. حتى أن المظاهرات التي تخرج في الدول الغربية وفي أمريكا لمناصرة الإنسانية ومناصرة القضية الفلسطينية وصفتها إذاعة البي بي سي بأنها مؤيدة لحماس، ثم تستتبع القصة بأن حماس منظمة إرهابية وبالتالي هؤلاء يدعمون منظمة إرهابية رغم أن دعمهم الأساسي للقضية الفلسطينية، إضافة إلى المصطلحات إرهاب إعلامي، ممارسة إرهاب إعلامي على من يدعمون القضية الإنسانية. طيب لما نيجي نقول إن يعني لما نيجي نحكي كده عن الموقف بصفة عامة، هناك كثير من المؤثرين بالفعل أو صناع المحتوى بالفعل تبنوا القضية وحصل لهم مشكلة كبيرة في حساباتهم الشخصية وفي الأكاونتس اللي بيطلعوا من عليها من مختلف المنصات، وحصل حتى أكثر من توضيح إنه غيروا الهاشتاج، حطوا أعلام العدو الصهيوني في آخر الهاشتاج حتى يعني يتم التغلب على خوارزميات المنصات المختلفة. هناك في تعتيم كبير، حتى إذا خاطبنا الغرب بلغتهم برضو في تعتيم. أنا أحييك على هذا السؤال لأن أنا كنت بأناقش تلك القضية مع عدد من المواقع. اللي حصل كالتالي، لما لقوا أنه في عديد من المنصات والمؤثرين بيستخدموا تلك القصص الإنسانية، إيه اللي حصل؟ سياسات تقييد المحتوى زادت من وتيرتها، بمعنى أن أصبحت أي منشورات تحمل اسم القضية الفلسطينية أو الدعم أو حماس أو غزة أو أي تعاطف إنساني من أي نوع لا تصل إلى أكبر عدد من المتابعين، بل لا تصل إلى أحد، لأنه ما حدث هو ممارسة ضغوط سياسية واستخباراتية على ملاك التطبيقات، فأصبح هناك سياسة لتقييد المحتوى. الأمر الآخر، الناس هربت من تطبيق زي الفيسبوك وقالت إن منصة إكس اللي هي تويتر سابقا تقييد المحتوى فيها أقل. هناك تحديدات مباشرة لمالك تطبيق إكس أن يمارس سياسة تقييد المحتوى على المنصة، وبالتالي تم حذف الكثير من تلك التدوينات وتم تقييد العديد من الحسابات وتم منعها من الظهور. أنا أنصح الناس باستخدام سياسة النص المشفر. النص المشفر هو تجنب الألفاظ الصريحة في تلك القضية، بمعنى أنتوا عارفين النص لما بكتبه بشكل كامل هناك سياسة لتقييد المحتوى وبالتالي يتم حظره. إذا النص المشفر يتغلب على ذلك. عذرا دكتور، بس ده في حالة احنا بنكلم بعض، احنا بنكلم الخارج. النص المشفر هيكون شديد الصعوبة في الفهم بالنسبة للخارج، يعني احنا بنكتب الكلمات فلسطين قد نستخدم حرف الأس مكان السين كده، احنا كعرب وكمصريين فاهمين بعض، لكن الخارج محتاج انه يبقى الموضوع شديد الوضوح وشديد الصراحة حتى يستطيع القراءة. انا بتكلم على النص، انما المحتوى نفسه المصور او الفيديو يجب ان يكون واضح وصريح. أنا بقول ده للتغلب على نشر المحتوى ووصوله وعملية التفاعل، لأنه حصل استهداف حقيقي لتلك المنصات. الناس كانت بتقول أنه هذه المنصات مستقلة، لا يوجد استقلال لا في وسائل الإعلام ولا في تلك المنصات، كلها موجهة حسب الأغراض السياسية والدعائية. عاوز كمان كثافة في عمليات النشر، كثافة في التغطية، نستخدم خاصية البث المباشر، نستخدم الترجمة التلقائية أو الفورية والمباشرة، نستخدم القصص الإنسانية، نشوف بيقولوا إيه بره زي ما بيعملوا. هو إيه اللي بيحصل؟ هم بياخدوا الرواية الحقيقية ثم يمارسوا عمليات الكذب والتضليل من خلال، بمعنى لما السي إن إن نشرت تقرير بعنوان قطع رؤوس الأطفال، انتشرت الرواية خرجت أولا من المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية وهي حكومة منهارة وستنهار، وأدعو إلى محاكمة نتنياهو أمام محكمة الحرب ومحكمة العدل الدولي. هذه جرائم حرب، لازم الإعلام المصري والعربي، هذه إبادة جماعية، هذا عقاب جماعي، هؤلاء شهداء وليسوا قتلى أو موتى،
هذا حق أصيل للشعب الفلسطيني، هذا جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلك هي الألفاظ المنضبطة زي ما أنت عارف يا شاذ يمنا التي يجب استخدامها في وسائل الإعلام للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني. طيب دكتور، إحنا لو حبينا نعرف أي حاجة من الإعلام الغربي حتى لو مش مترجم، بناخد هذا الانترفيو أو هذه المقابلة وبنترجمها، سواء حتى الفيسبوك بقى بيدعم هذه الخاصية وبيترجم ده، الجانب الآخر ليه ما بيعملش كده؟ يعني حضرتك بتقول في البداية إن إحنا محتاجين إعلام يخاطبهم بنفس اللغة، باللغة الإنجليزية وليكن، فهل ده ممكن يغير من وجهة نظر الشارع أو من رأي الشارع، ولا هم بالفعل هذه الشعوب مؤمنة بما تفعله حكومتها؟ ما أنا لا أستطيع الحكم على الشعوب بصفة عامة، أنا يمكنني الحكم على القادة والساسة من خلال، إحنا لو نتابع إعلاميا جلسات مجلس الأمن، الجلسات المشروعات التي كانت تقدم في أول الأمر كانت تتحدث عن هدنة إنسانية، كانت تتحدث عن وقف إطلاق النار، وأنت تعلم حق استخدام النقد، حق الفيتو. ثم المشروع الأمريكي يتحدث عن إيه؟ المشروع الأمريكي بيتحدث عن دعم إسرائيل، وأن هذا رد فعل طبيعي، وهو يتناسى أن القانون الدولي عندما يتحدث عن حق الدول في الدفاع عن نفسها يتناسى أن احنا نكمل القانون الدولي على أراضيها وليس على أراضي أخرى، كما يتناسى أن حركات المقاومة أيضا طبقا للقانون الدولي لديها من الحق استخدام عمليات المقاومة ل يعني إنهاء الاحتلال، للحصول على تلك أو الوصول إلى الأراضي. المشكلة الحقيقية أنه الجانب الإسرائيلي بيعلن أنه الهدف هو تصفية حركة حماس، ثم يتم نشر ذلك في الرأي العام العالمي والصحف والوكالات والقنوات الإعلامية، فيقتنع الرأي العام الغربي أنه الهدف من العملية هو تصفية حماس، ثم ما يحدث على أمر الواقع هو تصفية القضية بتصفية الأرض وتصفية الشعب في نفس التوقيت. إذن هناك خطاب إعلامي موجه من الجانب الإسرائيلي إلى الإعلام، ثم هناك كواليس وعمليات أخرى تتم على أرض الواقع، وتزييف يتم إعادة نقلها من خلال وسائل الإعلام الغربية اللي بتكلم شعوب غير مهتمة على الإطلاق بالسياسة، أو ما هياش على قائمة أولوياتها، هي مهتمة أكثر بأمورها الحياتية ومهتمة بالإنسانيات لكن لا تعنيها السياسة أبدا. الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها، شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا.